حياكم الله، قراءة جديدة في موضوع جديد. اختتام الحملة الوطنية الموسعة للتلقيح ضد شلل الأطفال يفتح الباب حول نقاش خارطة وجود هذا الداء في موريتانيا، ونتساءل هنا عن جدوائية هذه الحملات في بلوغ الأهداف المرجوة المتمثلة في القضاء النهائي على داء الشلل. لنقاش نتائج هذه الحملة استضيف لكم المسؤولة الإعلامية في البرنامج الموسع للتلقيح ضد الشلل السيدة عائشة متبية. أهلا بك سيدتي. أهلا. السؤال الأول، حدثني عن الحملة بشكل عام بالأرقام، الفئات المستهدفة عمريا عدديا، ما الذي أنجزتم كنتائج لهذه الحملة؟ إذن شكرا. الحملة عملية طبعا ضخمة ينجزها البرنامج الموسع للتلقيح في إطار استراتيجيته الهدفة لاستئصال الشلل من البلد. تم استخدام أرقام ضخمة، هي لجرعات تم استخدام 710,000 جرعة من لقاح ضد الشلل، وديرت من قبل 2916 عامل صحي، طبعا بالإضافة إلى المعدات اللوجستية والسيارات، مئات السيارات، وسخرت لها آليات هائلة. هذه الحملة طبعا تأتي في إطار مكافحة الشلل، ولا نقول لها قاعدت لنا الحمد لله المكافأة، عدنا نقول استئصال الشلل نظرا للنتائج المتقدمة اللي وصلت لها البلد في الإطار. واليوم الحمد لله نقول لكم عنها، عنا نقدو نعلنوا للرأي العام وللناس عنها الحمد لله عملية ناجحة. بيدي نحن اليوم عندنا نتائج جي 3، عندنا نتائج اليوم الثالث. طبعا احنا في اواخر اليوم الرابع غير الحصيله ما فات كملت، عندنا نتائج اليوم الثالث وفتنا لحقنا 65% من الاهداف المرجوه، بلغنا كوفرتير فاكسين، بلغنا تغطيه صحيه ب 65%. جيد، معناها الحمد لله. بالعوده هي حمله وطنيه ل 13 ولايه موريتانيه على المستوى على الصعيد الوطني كامل. بالعوده لتاريخ الشلل في موريتانيا، اعتقد ان فم تاريخ للتدخل في القائمين على السياسات الصحيه في موريتانيا، بدات تقريبا لمحه تاريخيه بدات للحملات من 77 لا من 77 لا 77 77 البرنامج التجريبي. اول مره يجرب البرنامج، يعد البرنامج بصوره عامه، البرنامج باستهداف جميع الامراض، تم في مدينه كرمسين من مقاطعه كرمسين من ولايه ترارزو وروسو، وتم بشكل تجريبي. جيد، لين نوفي لك الفكره ان فم ايام بلديه تلقيح تعميم البرنامج بدا 84، عقباك عندنا ايام بلديه للتلقيح وايام مغاربيه من 94 89 89 الى 94، وايام وطنيه للتلقيح ضد شلل الاطفال من 95 2005، معناها عقد من الزمن. وفم مبادره الاستقلاليه في مجال التلقيح من 96. ذا التاريخ كامل يبدو ان فم محاوله للقضاء على داء موجود. من دراسه رسميه، شنو تصنيف موريتانيا عالميا في الدول الاكثر تواجد لهذا المرض؟ من دراسه كان انقلعنا من الدول الناميه المهدده انها اطفالها في الفئات العمريه المهدده عاده، ان مازلنا في دائره الخطر ولا اخذناه؟ شنو ترتيبنا عالميا وضعيتنا؟ جيد جدا. نحن كيف ما قلت عنا سنتين في مكافحه الشلل من 1900 في اطار البرنامج بطريقه حملات ترتيبيه من 1989 بالضبط. الايام المغاربيه للتلقيح هي اول حملات تلقيح، تجربه موريتانيه، هي اول حملات التلقيح اللي تتم بريتم مستمر من 1989. و1989 كان المرض متفشي هون، وكان يلاحظوا الشخص العادي، المواطن العادي، يلاحظوا في الشارع، تلاحظ عن الإعاقة ياسر، وتلاحظ عن الناس اللي الجيل السابقنا نحن انه كان متعرض لقدر من الإعاقة، وكنا في مراحل بعيدة جدا، كنا من الدول الموبوءه بالشلل. تمام. ونظرا لذلك رتم الحملات، ومنين لحقنا 1996 خلقت مبادره استقلاليه في مجال التلقيح. مبادره استقلاليه في مجال التلقيح ليست اطلاقا بما يخص الشلل لوحده، المبادره تمت في جميع الامراض. نحن المبادره تعني بالضبط على ان الدوله الموريتانيه اصبحت هي
هي تشري اللقاحات راسها، هي المؤمن للقاح للمواطن. معناها عنا نحن عاد اللقاحات من 1996 تأمنهم الدولة بموارد موارد الدولة الموريتانية ومن خزينة الدولة الموريتانية تشرف هي اللي تشريهم من راسها. كانوا هيبة هدية كانوا هيبة وكانوا منظمات العالمية طمنا بنا اللي كنا لاحقين مرحلة وبائية. تمام. منين لحقنا 96 عدنا نحن أولا خلقت بعد قاع عنا عدنا نحن كدولة نختاروا نعود عنا استقلالية اللي قالوا إطار اللقاحات وياك نشروا نحن ذاك اللي جوت ولاحقة خلقاتنا وذاك اللي نبقى واخذ على المخابر اللي موثوق بيها. تمام. ومن 96 سنتات المبادرة الاستقلالية في مجال التلقيح. تلقيح. طبعا خلقوا ريتم حملات، خلقت في 2002 إعادة تنشيط البرنامج وخلقت في 2010 نشاطات تلقيحية ضد الشلل وضد الكزاز وضد الحصبة في بليدة واحدة. من 2002 اللي تلاحظ عن البرنامج السنتي يعدل سنتي ينشط ينعاد تنشيطه وسنتي يعدل سياسات جديدة ورؤى جديدة أثبتت نجاعتها في إطار الشلل. ونقدر نقول لك عن اليوم تقريبا إحنا الشلل الثنائي اللي هو كان متفشي فينا الحمد لله اليوم تم القضاء عليه نهائيا. الشلل فيه ذلت أنواع وحاجي وثنائي وذلادي. الشلل لي تيب دو مات لليوم خارج موريتانيا نهائيا. ولي تيب دو هو كان أكثر شيوعا في البلد وكان هو الأكثر فتك مولي في نفس الوقت. شاءت الصدفة عن الأكثر شيوعا في بلدنا نحن عنه هو الأكثر فتك. اليوم تم القضاء عليه معناه أنه وصلنا الحمد لله المراحل المتقدمة في الإطار ونقدوا قاع في المستقبل القريب إن شاء الله نعلنه خبر لا سار إن شاء الله قاع بإطار مكافحة الشلل إن شاء الله. بالعودة لقضية تعاملكم توم اليومي ضرك ذي الحملة تعتمد بورت أبورت مثلا من باب الباب على عموم التراب الوطني. ثم عدد من الذهنية الموريتانية عندها عدد من المعوقات اللي تجعل الحملات بشكل عام يقعد ما مكتوب له ياسم النجاح لطريقة التعامل المواطن العادي مع أي غريب يدخل بيته يعطيه طفله. قضية الثقة بين 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 مواطن بسيط وعيه يقعد محدود مع حكومة مع دولة مجندة شي من الخلق إياك يقضي على الشلل. من ترى أهم المعوقات اللي تمثل في ذهنية الموريتاني اللي تلقيتوا لأنتم شنو هي؟ شفت هذا أركتي أقبال هو محل العمل وهو المعيق للعمل الدائم وهو اللي دائما يكافح على مستوى البرنامج الموسع للترقيح. توعية الصحية غياب الوعي الصحي المواطن هون شيها لا إما بين رتم عنه ما هو ما يعرف قاعدة شنه والله ما هو به اللي ما هو ناتج عن عدم توعية ولا هو ناتج عن عدم استخدام الوسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب. يقل ناتج عن المواطن دايت نفسه هو اللي ربما أصلا جدوائية عنده دائما هاجز من جدوائية الطب جدوائية الطب الحديث جدوائية ولوك عقليات في المجتمع تعالج اللي بدنا نعدلوا نحن دوركم أنتم كصح هذا وكمجتمع واعي وكأشخاص فاعلين في المجتمع أنكم تعودوا تخلقوا جو توعية صحية وانتم نحن مولي لا ذاك قاعدين عدروا إلين إن شاء الله نقضوا على العقليات البايدة وتعود الناس كاملها تفهم عن ذلك قالوا التلقيح عن رواية مهمة وعن هي زادت من حدت من نسبة وفيات الأطفال والأمهات ووصلتنا ذي المرحلة نحن فيها الحمد لله اليوم. تمام. بالعودة لقضية الاستراتيجيات اللي تتبعوا أنتم لتنفيذ أي حملة وطنية عدلتوها في مجال التلقيح. فما استراتيجية ثابتة واحدة متقدمة واحدة متنقلة. شن هي آلية عملكم الاستراتيجية اللي عندكم تعتمد عليها؟ وش تعدلوا له للنجوع والبوادي والأرياف البعيدة من المدن والله من المراكز الإدارية والله من المقاطعات؟ شو تعدلوا إياك تعدلوا تغطية شاملة لأي موريتاني في السن يالتو يجبر ذا اللقاح؟ بعرف خالقين نوعين من العمل وكلهم منفصل. خالق البيف روتين، خالق البرنامج الموسع للتلقيح، إطار عمله الروتيني اللي هو المسؤول عنه، مسؤول عنه يلقح أي طفل على عموم التراب الوطني أينما كان، يسوى في مناطق نهائية وعرة ويسوى في المدن ويسوى في بلاد أخرى. معناه أن نحن دايرين على عاتقنا نحن على مستوى البرنامج عن الأطفال من الصفر إلى 11 شهر يلا كاملين يخضعوا للتلقيح. تلقيح مجاني جايبته الدولة وآمن آمن قاع ماتلينا في مرحلتها آمن ما تنقال له هو الحمد لله وعادين قالوا عنه يعطي يعطي فوائد عنه يزيد الأمان قاع مرحلة الحمد لله ماتلينا فيها ولا فينا مول نقولوها.
معناها عنا ملزمين معنا نلقحوا الأطفال تلقيح مجاني وجايرينه في نقاط صحية. اليوم كل نقطة صحية في البلد، أي نقطة صحية مهما كانت في منطقة نائية فيها حافظ فيها إنت فروات وحدة تبريد فعال عالية الجودة وتضمن جودة التلقيح والنقاط الصحية جميعهم فيهم. اللي لاحقوا الكهرباء فيه وحدة تبريد كهربائية، واللي في المناطق النائية قبضت الدولة على عاتقها وشرى البرنامج وحدات ما تعمل بالطاقة الشمسية وعادت تأجي مهمتها. معناها الحمد لله مات لا خارج حد بينه 5 كيلوات مع نقطة صحية. هذا اللي نقول لك بالنسبة للمناطق النائية أكثر شيء عود بين الرقاشة 5 كيلوات مع نقطة صحية. نقطة صحية قطعا عنهم فيها بالعودة صل الجغرافية التوزيع الديموغرافي للموريتانيين فم نقاط تبعد أكثر فم 60 و70 من أقرب نقطة صحية يقير نحن فم النقاط ما تبعد 60 و70 النقاط الصحية. نحن الخارطة الصحية اللي على مستوى وزارة الصحة النقاط الصحية يلا يعودوا ما بينهم 5 كيلوات معه ساكنة هو الواقع يقير الآليات هم اللي مخلطين عليك توم اللي نشرح لك أنا الآليات أنا ما مخلطين عليها الآليات مخلطين عليها الموريتان نعرف 1,030,700 هذه مليون ما كلها 5 كيلوات فم النقطة الصحية دقيقين شوي شي تعدل انتم في حاله ذنبت مثلا او كارم نحن فهم عدل الاستراتيجيات والله ليك والله العصابه والله ترافز فهم بليدات فهم قرى فيهم اطفال فهم يقال نحن على مستوى البرنامج قاعدين استراتيجيات وهم اللي قلت لهم نقول لك يعني استراتيجيات بسيطه جدا. نحن عندنا استراتيجيه ثابته عن القاطني بين 0 إلى 5 كيلومترات عندنا نأمل لهم استراتيجيه ثابته وحدة صحية وحدة تلقيحية في إطار النقطة الصحية وتعود تأمنهم اللقاحات بصورة ثابتة. ثم الحملات اللي تستدعي عنا نعودوا مثلا القاطنين فوق 10 كيلوات ذوك يجي يعودوا تقريبا لا يجوا النقطة والمرة الأخرى يقدوا عادات المجتمع ورواياتهم يقدوا ما يجوا يأملونهم. نحن حملات نعدروا حملات استراتيجية للناس القاطنين 10 كيلوات من النقطة الصحية نأملوا لهم حملات ونعدلوها لهم بصورة دورية والصورة الدورية لا تعود معتمدة على الخارطة التلقيحية. كيف أنا مثلا جيتهم على نصانص جيتهم خرجت تلك الخلاقة ودرت لهم لقاحاتهم من نعطيك رانديجور نرجع لهم ونجير لهم لقاحاتهم. معناها عني اليوم عدت مأمنة عني ضامنة عني أي رقاش بينه 5 كيلوات مع نقطة صحية عني معدلة له كارنيا فاكسينال تام. هذا هو الاستراتيجية الثابتة والاستراتيجية المتطورة. فمن الاستراتيجيات المتنقلة واللي هم الحملات اللي هم نحن في إطارهم ماركتيا كيف حملة الحصبة اللي وعدلت 2014 وكيف حملات الشلل اللي 2015 وعدلت واحدة منهم وماركتيا نحن في إطار واحدة منهم. زين بالعودة لقضية الحملات الوطنية الماضية شن هي كيفية الاستفادة من الأخطاء اللي وقعتوا فيه من مرة الفايتة وشن هي آلية تجنبهم في المستقبل؟ تو مثلا 2015 كانت فهم حملة وطنية للتلقيح ولكن 2016 هون حملة اللي هي دي تختتم بيوم بس من حين تقرأوا النتائج وتحلوهم وتستفادوا من أخطاء الحملة الفايتة ياك النتيجة توصل وتعود أكثر نجاعة. تمام نحن ما نمط ذلي قلت مهم نحن ما نطرق من فراغ. نحن معدلين على أساس دراسات وبالمناسبة أهل جسيون دو دوني أهل المعطيات هم ضارك حالا يشتغلوا حالا في مستوى البرنامج الوطني للمساعدة للتلقيح ضارك يعدلوها حالا وراهم رانا شايجين بدورهم بهم اللي ضارك حالا يشتغلوا على المعطيات وليه واخذوا نتائجهم النهائية الليلة وأنا ضارك حالا قاعدة معك قدامي الجهاز فيه كيميل فيه الحصيلة مدة 3 أيام وفد قلت لك عنها 65% وصلت 65% وهذا تبارك الله معناها عن نتائج وصلنا للمراحل المتقدمة الحمد لله في النتائج المرجوة إن شاء الله وفي مزال جيكات اللي هو اليوم إن شاء الله النتائج المعلنة نهاية الوقت. إذن عنا ما نمعدلين ذا مفارق ذا دراسات اللي يخرجوا كل حملة تخلق وراها تقييم للعمل وبذلك التقييم اللي يستفاد من ذا اللي لا يخلق فيه واللي هي الحملات الجاية اللي هي عدوم واللي فهم روايات أخرين آليات أخرين مقبلة على أساس الحملات السابقة. واضح
اللي تحدثيني الصا عن دور واهداف اللي على اساسهم تم انشاء البرنامج اللي انتم تشتغلوا فيه اللي هو البرنامج الموسع للتلقيح. من درا كان شغلته موسميه كي زمن الحملات والله تشتغلوا على جميع الامراض واللي يالت يلقحوا عنها الموريتانيين في سن معينة. ومن شن هي أهم اللقاحات المستخدمة عندكم والأمراض المستهدفة؟ البرنامج الموسع للتلقيح برنامج من البرامج ذات الأولوية في الوزارة، وزارة الصحة على مستوى وزارة الصحة، ويخضع لوصاية مديرية الصحة القاعدية، ويهدف بالدرجة الأولى للحد من وفيات الأمهات والأطفال. الحد من وفيات الأمهات والأطفال، وكيف ما قلت لك قبيل عنه اللي خلق 1977 في إطار تجريبي في كرمسين وقطاع كرمسين وروسا، وأهم الشركاء منظمة الصحة العالمية واليونيسف. واليونيسف وغرك جميع الحملات الوطنية عدلون موريتانيا بتمويل من الدولة الموريتانية. والشركاء دور نحن اللقاحات اللي ننشر نحن ما هو الحملات. نحن ما نطار حملات، نحن برنامج مستمر. برنامج مستمر يهدف التلقيح الأطفال من الصفر إلين 11 شهر، والنساء في سن الإنجاب من 14 إلى 45 سنة. وبرنامج مستمر وعنده دفاتر للتلقيح، عندنا مثلا دفتر تلقيح عينتين منهم هذا دفتر تلقيح الطفل من الولادة لين 11 شهر يكتمل، فيه برنامج فيه جميع اللقاحات المدارة للطفل والله. وفيه المواعيد اللي الله تدار فيها الأوقات اللي الله تدار فيها، وهذه كارني فاكسينال للأم للصحة الإنجابية للنساء في سن الإنجاب من الصفر إلينا من 14 إلى 45 سنة. صفر ما فاتوا عدو مستهدفين. لا طالبين إحنا للأطفال. طالبين إحنا للأطفال. أنا داخل على تعليق وتطرالهم شيء. إيه وشوفوا. من 14 إلى 45 سنة. زين. واللقاحات المزمعة. واللقاحات اللي عندنا. يفتح ضير البرنامج باطش عندكم لقاحات. طبعاً فهم لقاحات ذابتة اللي نقولهم لك. ذي المزمع يدخلها. مزمع. هنتكلم لك عن اللي عندنا بعد قاع. والله والله والله. عندنا نحن كنا في المرحلة الأولى كانوا ينقالوا الدقات الخمسة شايع أخبار، كانوا الياسل والشلل والخناق والسعال والكزاز. الخناق الحصبة والكزاز. جينا في الفترة الأخيرة درنا كما قلت لك عنه في الفترة الأخيرة عن من 2010 إعادة تنشيط البرنامج، وكانت مهمة حتى به اللي أعطت جريت جديد للبرنامج وجات آليات جديدة دفع جديد. في 2009 دخل لقاح محببات الدم النزلية هيب، معناها أنا عاد عندنا شوفنا نحسب لك الأمراض بعد قاعد يجيك الشلل يجيك السل والخناق سعال جيكي والخناق ما نعرفه الخناق قولي الكزاز وحنين النوبة الكزاز والحصبة والتهاب الكبد من النوعية بي، وكان مهم جدا يدخلوا التهاب الكبد من النوعية بي دخلت جرعته في 2012 وكانت مهمة به اللي كان متفشي المرض في البلد دخلنا جرعته عند الولادة ومعها جرعاته في جدولة التلقيح، وكانت مهمة به منظمة الصحة العالمية واخذت إحصائية أخيرة عن أي طفل ما قبض لقاح الشلل عند الولادة على نصانص عنه معرض ب50% احتمال إصابته بالتهاب الكبد الفيروسي. فمي الانتانات الناجمة عن محببات الدم، وفمي الانتانات المكبرات الرئوية، وفمي الانتانات الهضمية اللي هي روتا. وعندنا اللقاح الأخير رقم 11 لقاح الكزاز والخناق مدمجين. كانت عندنا تيتانوس بالنسبة للنساء، كانت عندنا في آي تي بالنسبة للنساء في سن الإنجاب، ودمجناهم في لقاح آخر. عندنا تيتانوس ديفتري تنقال الخناق بالعربية ديفتري الخناق، وعندنا تي دي عندنا لقاح مدمج للنساء في السنة. واضح. عندنا طبعا لقاحات المزمعة هذيك هي المهمة، لقاحات المزمعة إدخالها إن شاء الله. عندنا لقاحات مزمعة إدخالها ولقاحات مهمة. عندنا لقاح سرطان عنق الرحم مستهدف السيدات، مستهدف سن الإنجاب، مستهدف للبنات، مستهدف للشابات الشابات اليافعات.
فوالا مستهدف ليها فئات من 8 الى 14 سنه. 8 الى 14 معناها عندنا داخلين فئه عمريه جديده من 8 الى 14 سنه اللي نستهدفوها بلقاح سرطان عنق الرحم. ولين يدخل يدمج في اخر السنه بين اللي فتنا سنتين عاد له برمجته واخر السنه ان شاء الله يعود في الدفتر الترقيحي. عندنا لقاح الحمى الصفراء فيبرجون بين اللي المنطقه متفشيه فيها وبين اللي قريبه منا. عندنا قريبين من وسط افريقيا متفشي فيها وقريبه منا ومتباركين درك له ان شاء الله ونرجو عنها لا تحلو حلو لقاح عنق الرحم ان شاء الله وتعود لي تدخل. جيد. بالعوده لقضيه نقاش الوضع الصحي باط بشكل عام في البلد بعض اذا باط لا نستفاد من وجودك معي بما انك البرنامج برنامج الترقيح الموسع. احنا اليوم كنا زين عندنا عنا عدروه للحمله زين ونعودوا عالين النتائج اللي مهمه واللي بناءه واللي يلا تذمن. نقول لك روايه انا هو اللي نقرع هذا هون ودي روايه لان قضيه الصحه قاعديه والتثقيف الصحي. انا ماني نقول لك ماني نقول لك ابدا تم تقرع روايه ما هي بإطاحة. قلت لك قضيه انتشار بعض الامراض كبد الفيروسي عند الموريتاني السرطانات بانواعهم الى اي مدى قد يفسر انتشار هذه الامراض بغياب اللقاحات في البلد منذ الستينات؟ البعض عنده تفسير ذنبته من دراك انكم عندكم ارقام ولا عندكم تصور برنامج ذنبته. نهايه نحن ما الارقام المخيفه في انتشار السرطانات ما نقدر نقولوا عن السرطانات بعد قاع ما دور التلقيح فيهم محدود جدا. دور التلقيح فيهم عامل محدود جدا يقعدوا فيهم ابعاد اخرى ذاك وراجعين فالله عنا لا يقلب عليها ان شاء الله. وفهم دراسات تعدلها على مستوى وزاره الصحه ومنين تجبر القائمين على ذاك اللي يشوفوا لك قليل في ذاك الاطار. تمام. يقير التهاب الكبد الفيروسي هو اللي التهاب الكبد الفيروسي جا في مرحله جا في بلد جمام ما السابق مثلا تميلين خلق وتفش وجعل منا احنا على مستوى البرنامج عندنا نقعدوا نعدلوا دراسه تصور عن الرواية وتصورنا كان في محله منين الحمد لله من 2012 على الاله عادت الاحصائيات اللي تنقص نتائج اكثر اطمئنان تنقص ونتائج اكثر اطمئنان وعادت مولي للاسف المخرج يشير للوقت عاد وافي دقيقتين ترجع للنتائج كنت تبقي تاكدي عليهم للراي العام وش عدلتوا في ذي مثلا تأكيد بعض على خلاصة نتائجكم في ذي الحملة الأخيرة اللي تختتم اليوم؟ فقط نشيد بالدور اللي تبارك الله ما شاء الله عاد ملحوظ للبرنامج على مستوى الوطن ونقول اليوم عن التغطية الصحية الحمد لله التغطية التلقيحية للحملة الخاصة بحملة الشلل اللي سنتين من واحد إلى يوم أربعة عنها الحمد لله وصلت 65% وعن ذا المتبقي منها عنا اللي هنا وصلوا لأهدافنا إن شاء الله اللي تعود تغطية صحية ان شاء الله اللي تلحق شي 90 اليوم انا متوقع مطمئن عنها تلحق شي 90 فم تبارك الله الولايات اللي وصلوا للمراحل المتقدمه واذا استدعت الضروره في ولايه والله ثنتين نقدروا نزيدوا منهار والله اثنين من اجل تعميم الخدمه على جميع الساكنه توصل لعله تعود في مناطق نهائيه ما فتوصلوا لها نظرا لوعرة الطريق. رانك شكرتي برنامجك ووسائل الاعلام اللي واكبتكم فيها ما شكرتوا ولا شيء. انتم طبعا عنا شاكرين والله محتاج. شكرا جزيلا للسيدة عائشة متبيال المسؤولية الاعلامية في البرنامج الموسع للتلقيح ضد الشلل. شكرا جزيلا لكم. يا مرحبا. الشكر موصول لكم مشاهدي الكرام والى ان يضمني واياكم لقاء اخر في امان الله.